شوفي بنات كبيرين كيدوس عليكم كتبتكم غير في راهو مجلس حنا خدمة خارجين غنجيبو غير شنو ديال الفوت أنا كنقلب على السويقة دابا هي غنحطينش اليوم أو صافي ندير ليا غادي نرجع نشوف واش حاطين في التحت الجهة الأخرى أو صافي أنا لي درتها نتوما معايا المهارات تاعنا انتما ما لقيناش لقيت غنمشيو نشوفو باقي لتحت ديال السويقه واش كاين. ها هو السلام عليكم. شحال سردين؟ شحال البوريه هادي؟ البنات بغيت ناخذ الفيديو حاره غير الرابعه غير الرابعه هاد الشيء. جينا نديو حامض خاصنا حامض صافي البنات هنايا كنوريكم صاحبتي كتخمل هنايا تحت هاد البوطاجي هذا وانا كندير في الغدا. صافي هنايا رديت العداس شرملت الحوت درنا غير العداس والحوت وجبت واحد النجال بلدي جبناه معنا زوين درتو هكا بالشرموله الثومه قزبور معدنوس ومطيشه محكوكه صافي ودرت عليه التوابل شويه ديال التحميره شويه ديال الكمون شويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم بلدي صافي والحار هادشي لي درت عليه ودرتو غير في هاد الكاسرونة هادي غادي ندير ليه شوية ديال زيت العود وشوية ديال الزيت العادية وغادي نردو يطيب على نهار مهيلة وصافي قطعتو غير هكا على ربعة هكيجي زوين بهاد الطريقة هادي صافي هنا راه كندير التوابل وغادي نديرو يطيب صافي هنا البنات راه رديتو كيطيب كيتشحر غادي ندير عليه الماء ونقص عليه ونخليه يطيب وكان مونطي معكم الفيديو جوج الليلة هادي كوكو طرا لي سديت عليها وصافي هادي اللي كاين البنات هاني بديت كنقليش الفول صح بديت طلعت كت راسك تظن شحال جات الفوق حتى حاجة غير في الديلة أو داك الفوق لي غادي ندوزو بزاف أو غندير واحد الماسكو مزيانة أو نتسنى واحد شوية حتى نطول الظهر عاد غادي نتغداو إوا المهم أنا شاركت معاكم نهاري كيفاش كندوز صفار هاهو الدال راه ناقصة عليه كيطيب مزيان راني غادي يطيب غادي نزيدكم نقدو معلك شي زوين بلا كوكوت بلا والو صافي صيفطو واحد الصلابة ديال مطيشة و خس و خيار راه يحطها دركا في التلاجة إوا صافي هادشي لي كاين البنات خليكم معايا و تشوفو نكملو معاكم النهار ديالنا صافي البنات هاهي صاحبتي كتطبل شوفو واحد الحاجة غادي نطرفو كنغسلو لحقا غير بديت الطاس هادي الفرطة و شفتها و شفت واش كاينة الحرارة يا البنات وصافي مسكينة نتوسى غادا شوية قبل هنايا راني مخافة هو الزلوك شو مقطعتش كاع الفيديو صافي هو لي بقى ليا دابا غادي يطيب نحيدو نغسل تاني هاد الفرن و هدا نغسل هاد البلاصة هادي صافي و ندوز واحد الشفاف و نمشي نطرفو ندير واحد الماسك لوجهي و هانتوما معايا و هكا كندوزو النهار ديالنا صافي البنات هنايا غسلت الفرن و كنرجعو كيما كان صافي و غادي وغادي ندوز واحد الجفاف هنايا راه كنجفف
صافي صاحبتي شطبات وجمع الدار كامله، كندوز هنا غير واحد الجفاف حيت الدار نقيه وصافي. هادشي اللي كاين، وطلعنا تغدينا كيما قلت لكم. واول حاجه درتها بعدا طلعت دوشت وتغدينا ودرنا واحد الماسك لوجهنا صافي. غسلنا الماسك ونسناها حتى مورا العصر بوالي حتى لشي السبعه. هذا باش خرجنا هي الغديوه ديالنا، شوفوا كناكلو كل مبكليت. ايوا هادشي اللي كاين البنات، وما تنساوش ليا اللايك اللي وصل حتى لهنا مازال ما حطيتش ليا اللايك، تحط لي واحد اللايك. هاد الماسك هذا راه زوين البنات، زوين بزاف بزاف. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم خليكم معايا خليكم معايا، ما تمشيو فين، غادي نخرجكم معايا وغادي نكملوا الفلوق في الفيديو الاخر ان شاء الله باش ما يجيش الفيديو طويل.